وفي إنجاز علمي قطري جديد، كشف تقرير حديث لصندوق النقد العربي أن قطر احتلت المرتبة الثانية عربيا في مؤشر جاهزية الحكومات العربية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبحسب التقرير مشاهدين الأعزاء، فإن قطر من بين الدول المؤهلة بشكل كبير للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العقود استنادا لرؤى استراتيجية داعمة لهذه التقنيات، من خلال دعم رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات لرفض سوق العمل في هذا المجال. نعم، نشوف معاكم هذا التقرير مشاهدينا، ونشوف النتيجة اللي حصلت عليها دولة قطر ودور معهد قطر لعلوم الحوسبة، فنتابع معاكم ولنا عودة بإذن الله. احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياً في مؤشر جاهزية الحكومات العربية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاً لتقرير نشره صندوق النقد العربي. ونوه التقرير إلى أن استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي ترتكز على 6 ركائز، هي التعليم والوصول إلى البيانات والعمالة والأعمال التجارية، إضافة للبحوث والأخلاقيات. وأشار التقرير إلى أن معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة قام بإطلاق مركز معهد قطر لبحوث الحوسبة للذكاء الاصطناعي في إطار مبادرة تستهدف دعم مكانة الدولة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسد الاحتياجات المحلية من العمالة المؤهلة في هذا المجال وتطوير تلك التقنيات على الصعيد المحلي وفق قوانين ومبادئ توجيهية وأخلاقية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي. إذن مشاهدينا، ننتقل إلى هذا الموضوع وللوقوف أكثر على حيثيات وتفاصيله، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور أشرف أبولنقا، وهو مدير أبحاث أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة. دكتور أشرف، شرفنا بتواجدك. أهلا وسهلا دكتور. يعني اليوم لما نتكلم عن قطر، حققت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر جاهزية الحكومات العربية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، شيء جميل جدا، لكن احنا نبي نفهم هذا الوضع اللي انتم صرتوا عليه او حصول قطر على المركز الثاني، في شيء مبسط عشان نفهمه في ايش بالضبط؟ هو اول حاجه اشكركم على الاستضافه وعلى تحت الفرصه لي للكلام على الذكاء الاصطناعي. بالنسبه للذكاء الاصطناعي، هذه تقنيه القرن 21 ودخلت في جميع المجالات، من مجالات اقتصاديه واجتماعيه وبرضه المجال الحكومي. فلذلك العديد من الهيئات تجري دراسات لمعرفة جاهزية الحكومات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتعتمد هذه الجاهزية على أولاً رغبة الحكومة واستعدادها لتبني تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وجود التقنيات هذه في الدولة وقابلية الدولة لتطوير هذه التقنيات. ومن ضمن الدراسات، الدراسة التي أشرتم إليها التي قام بها صندوق النقد العربي، والحمد لله قطر يعني اثبتت في جميع المؤشرات ان هي في المصاف الدول المتقدمه، ولذلك في يعني كمرتبه كليه حصلت على المرتبه الثانيه. نعم، الحمد لله. هل كذلك يعني القرار الاخير لمجلس الوزراء بالنسبه للذكاء الاصطناعي له علاقه ورابط بهذا التصنيف او المؤشرات في هذا التصنيف؟ بالتاكيد، لان هو من اهم عوامل هذا التصنيف ان هو رغبه الحكومه في تبني الذكاء الاصطناعي واتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه. فمن ضمن الخطوات تبني استراتيجيات للذكاء الاصطناعي، وإحنا في قطر عندنا هي الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وهي استراتيجية تم تطويرها من قبل وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون معنا إحنا في معهد قطر بحوث الحوسبة. فبالتالي بالتأكيد تبني هذه الاستراتيجية من أهم العوامل التي أدت إلى حصول قطر على هذا المركز المتقدم في التصنيف. دكتور، استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي تركزت على 6 ركائز. تمام. طيب، نبي نعرف الركائز هذه. الركائز هذه يعني أول حاجة، الذكاء الاصطناعي تقنية متقدمة محتاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة. صحيح. فلذلك أول ركيزة هي الكوادر البشرية، إعداد كوادر بشرية قادرة على تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي.
الركيزة الثانية هي البنية التحتية، لأن البنية التحتية الذكاء الاصطناعي برضو محتاج قدرة حسابية عالية وبيانات عالية وشبكات إنترنت سريعة، فالبنية التحتية من أهم العوامل. الركيزة الثالثة هي التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، ويعني كيف تنشئ اقتصادا مبنيا على الذكاء الاصطناعي. الركيزة الرابعة هي الحصول على بيانات. التقنيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر تعتمد على تحليل بيانات بكميات هائلة، فلذلك يجب على الدولة أن تسعى إلى تسهيل الوصول لهذه البيانات، خاصة البيانات التي تجمعها الدولة زي البيانات الصحية والبيانات التعليمية. خامسا موضوع الأخلاقيات وأطر الحوكمة، يعني الذكاء الاصطناعي تقنية تتخذ قرارات بناء على بيانات، فأول حاجة من له حق الوصول إلى هذه البيانات، والحاجة الثانية من المسؤول عن القرارات التي تتخذها تقنية الذكاء الاصطناعي، وكيف نتأكد أن هذه القرارات تتوافق مع القيم الأخلاقية للمجتمع. وكل الخمس ركائز دي تؤدي للركيزة السادسة، وهي مستقبل لقطر قائم على الذكاء الاصطناعي، حيث الذكاء الاصطناعي يدخل في جميع المجالات. الله يا دكتور، وانت تتكلم عن يعني أهم حاجة الموارد البشرية، كيف نحن نستثمرهم في هذا الذكاء. يعني أتخيل نفسي أني أنا يعني عندي برمجيات وعندي كمبيوترات وقاعد أسوي شيء يعني مفيد للمجتمع، أنت معاي في الموضوع هذا ولا لا؟ إذا هو صدقك أنا بصدقك إن شاء الله. دكتور أشرف، الآن لو نقول أن إحنا مشينا بهذه الست ركائز ووصلنا للركيزة السادسة، كيف ممكن دولة قطر تستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ هل ممكن تعطينا صورة عن قطر ما بعد تطبيقها وتأسيس هذه الركائز؟ تمام. الذكاء الاصطناعي يدخل في جميع مجالات الحياة زي ما قلت، من اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وحكوميا. والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في محورين أو طريقتين. الطريقة الأولى هي تبني تقنيات عالمية تم تطويرها في الخارج واستقطابها في قطر، وده في حد ذاته مش سهل، لأن هذا يحتاج إلى أنك تعرف أي تقنيات محتاجها وكيف توطنها في مجتمعك. لكن الطريقة الأهم أو المحور الأهم هو تطوير تقنيات داخل قطر لخدمة المجتمع القطري. وأذكر على سبيل المثال، عندنا في معهد قطر بحوث الحوسبة طورنا تقنية لتحليل النصوص العربية بصورة آلية سميناها فراسة. تقنية فراسة تأخذ أي نص عربي، بتعمل أشياء زي تقطيع النص إلى الأجزاء المختلفة، التعرف على الأجزاء المختلفة من النص، الإعراب الآلي، التشكيل الآلي، التعرف على الأعلام، وبتعمل الحاجات دي بصورة مش موجودة في أي تقنية من التقنيات الموجودة عالميا، أو على الأقل أحسن في الكفاءة والسرعة من التقنيات الموجودة عالميا. نعم، تحدثنا عنها هذه. تحدثنا عنها أبو محمد، كان موجودين صحيح. كذلك من المعهد صحيح. وهذا مشروع بصراحة ضخم، ويعني أتمنى أن الكل يستفيد منه. تمام. يمكن دكتور ذكرت قبل شوي مركز لبحوث الحوسبة للذكاء الاصطناعي، خلنا نتكلم عن هذا المركز. طيب، إحنا كمعهد قطر بحوث الحوسبة أنشئ المعهد منذ 10 سنوات، وإحنا جزء من جامعة حمد بن خليفة، ونعمل في مجالات مختلفة زي مجال تقنية اللغة العربية كما تحدثنا، الأمن السيبراني، تحليل شبكات الحساب الاجتماعية، والذكاء الاصطناعي يدخل في جميع هذه المجالات. فإحنا نظرا لأهمية هذه التقنية الذكاء الاصطناعي، قررنا من 3 سنوات إنشاء مركز قطر للذكاء الاصطناعي. والمركز ده له هدفين. الهدف الأول التأكد من أن الأبحاث بتاعتنا لها تطبيق محلي بالتعاون مع الهيئات المحلية، والهدف الثاني اللي هو إجراء دراسات على الذكاء الاصطناعي وتطبيقه محليا. على سبيل المثال، استراتيجية الذكاء الاصطناعي تكلمنا عنها، ومؤخرا أجرينا بحث على تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. فهذه الدراسات يعني تحتاج إلى إطار، ومركز قطر للذكاء الاصطناعي يوفر هذا الإطار. نعم، في الركيزة الأولى ذكرت موضوع الكوادر اللي تكون موجودة كركيزة أولى، هل بدأ العمل على موضوع الكوادر خاصة بالنسبة للكوادر الوطنية القطرية في جانب الذكاء الاصطناعي؟ ده سؤال ممتاز. هو احنا فعلا في المعهد اول ركيزة بدأنا نشتغل عليها هي ركيزة الكوادر، لان الاعداد كوادر قادرة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي يبدأ من مرحلة التعليم المدرسي.
مش لازم كل الناس تبقى مبرمجين ذكاء اصطناعي، لكن على الأقل كل شخص يجب أن يعرف كيف يتعامل مع هذه التقنية. فهذا يتطلب تعديل في المناهج الدراسية في المدارس، يتطلب إنشاء برامج جديدة في الجامعات، يتطلب استقطاب كوادر بخبرات معينة. ففعلا هذا من أهم المجالات اللي بدأنا العمل عليها بالتعاون مع الجامعات المختلفة بداية، ثم بعد ذلك ننتقل للمدارس إن شاء الله. طيب دكتور، يعني هل بنشوف إن شاء الله في المستقبل إنتاج قطري لتطبيقات الذكاء الصناعي بمقاييس عالمية؟ والله هذا طبعا ممكن، وهذا يحدث حاليا. يعني إحنا أذكر لك على سبيل المثال في معهد قطر للبحوث الحاسبة عندنا 6 شركات ناشئة أنشئت بناء على تقنيات تم تطويرها بالمعهد، وهذه الشركات تسوق منتجاتها مش بس محليا أو إقليميا بل عالميا. شركات قطرية؟ شركات قطرية، يعني على سبيل أو شركات على الأقل بتمويل قطر. على الأقل يعني على سبيل المثال عندنا شركة لتحويل النص العربي المنطوق إلى كلام مكتوب كتابي زي الكلوزد كابشن يطلع في التلفزيون. أيوة. بطريقة أوتوماتيك، فدي بتسوق عالميا، بتستخدمها بي بي سي، وتستخدمها بدوتش ويل، تستخدمها جميع الشبكات. وهذا احنا اللي سوينا، هذا التكنولوجيا القطرية. يعني احنا نمشي فين. في اسافر في مكان واقول لهم انا من الدوله اللي سوت اللي سوت هذا التكنولوجيا. يا سلام. دكتور اشرف، يعني انت اليوم مساهم كبير ويعني ماسك نقدر نقول الرايه مع الزملاء والاخوه عندك في المعهد وفي مؤسسه قطر بشكل عام. هل تشوف اليوم دولة قطر قاعدة تاخذ الموضوع بالجدية اللي تاخذها إن شاء الله في المستقبل في هذا الجانب مقارنة بالدول المحيطة بالشرق الأوسط أو حتى بالعالم؟ أكيد أكيد نعم. يعني يمكن أن نشير إلى خطوات محددة، خطوات يعني مش مجرد كلام. يعني على سبيل المثال الحكومة بقالها كذا سنة بتسعى لاستقطاب شركات الحاسوب السحابية الكبرى لتأسيس مراكز هنا في قطر. الاستراتيجية اللي كلمنا عليها، دعم التقنيات الناشئة والاستثمار في التقنيات الناشئة، فكل هذه خطوات راح ننافس يعني راح ننافس على الأقل راح ننافس في المجالات اللي هي خاصة بينا زي اللغة العربية، مرض السكري، في مجالات معينة قطر مؤهلة أنها تلعب دور ريادة فيها في تقنيات الذكاء الاصطناعي إن شاء الله بإذن الله. كل الشكر لك الدكتور أشرف أبو النجا، مدير أبحاث أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة. كان الحديث معك شيق ممتع جدا، وإن شاء الله بإذن الله نشوفك في حلقات قادمة بأبحاث واختراعات جديدة إن شاء الله. شكرا 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 لك دكتور أشرف. ومشاهدينا ننتقل إلى موضوع